السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. إزيكم؟ وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة، قبل ما نبدأ موضوع فيديو النهاردة، أرجوك أرجوك أعمل لايك عشان موضوع الفيديو مهم جدا علشان يوصل لمعظم المشاهدين. الموضوع إيه النهاردة؟ إن أنا الصبح بعد ما نشرت الفيديو ده بالأمس امبارح صبحت بفتح الفيسبوك، لقيت واحد أخد الفيديو زي ما هو كده نشره عنده على الفيسبوك بتاعه، فناس دخلت تعلق عنده ان هو عنده الحمام ده وان الناس عايزة تشتري منه. طبعا اي حد هيشوف الفيديو اللي هو نشره على الفيسبوك بتاعه هيفتكر ان الحمام ده عنده وان هو بيبيع من الحمام ده، بس كان لازم ان انا احذر الناس. يا جماعة، اللي عايز رقم الراجل الكويتي يكتب لي في التعليقات، اكتب له رقم تليفوني ارسله له على الواتس بتاعه. اي هو خده بالظبط كده ال9 دقايق حطهم. هو طبعا الفيديو ده صديقي الكويتي الصديق الحسين بعته لي على اجزاء مقطعه. طبعا انا خدت الاجزاء دي جمعتها كلها اجزاء صغيره، عملت لها مونتاج واشتغلت على الفيديو ده يومين على بال ما طلعته بالشكل اللي حضرتك شايفه ده، وهو دلوقتي هيذكر اسمي دلوقتي حالا. استاذ مصطفى، هذا الختم النتيجة. واللي عايز رقم الأستاذ أحمد بركات من دمياط اللي هو عنده الحمام اللحم اللي بختم الشركة الفرنسية اللي هو جايبه من الكويت وهو بيشتغل هناك، نبعت له رقم الموبايل بتاعه. أنا نشرت الفيديو ده مخصوص علشان أحذر الناس. هو ممكن يكون ناشر الفيديو ده عشان يجيب رجل الزبون، ترجع تقول له أنا عايز من زغاليلهم، أنا عايز من حمامك، كدعاية له يعني. اما انا لما نشرت الفيديو ده قلت لك ان هو بتاع صديقي حسين من الكويت. شوف ما شاء الله حجم الزغلول. بيقول صديقي حسين ان الزغلول عمره 12 يوم. بسم الله ما شاء الله على 12 يوم او حتى 15 يوم او حتى 20 يوم، فده حجم ممتاز جدا جدا جدا. احنا ما اصلا شفناه ولا شفنا لون اللحم ده. يعني الحمام اللي بختم الشركة مش موجود غير في الكويت بس، مش موجود في مصر؟ لا موجود. انا صورت قبل كده فيديو مع صديقي احمد بركات طبعا من دمياط، هو كان جايب كام قص معاه من الكويت وهو جاي من هناك، او هو شحنهم وهو بيشتغل في الكويت طبعا، فهو شحنهم من هناك. لكن الموضوع صعب يعني شحن الحمام من الكويت. ده الوحيد اللي انا شفت عنده الحمام بختم هنا في دمياط او في مصر عموما، ده اللي انا شفته. ممكن يكون عند ناس تانيين بس انا ما اعرفش. ده اللي انا شفته عنده الحمام اللي هو بختم، بس طبعا هو مش بيبيع من الحمام اللي هو بالختم. طبعا هو الراجل لما نشر الفيديو على الفيسبوك جات له تعليقات، في ناس عايزة تشتري وفي اللي قال له بكام الحمام. هو كان بيرد عليهم في البداية ان الحمام لسه في الكويت وان لسه بيتواصل مع الناس اللي في الكويت ان هم يبعتوا له الحمام. دي الحقيقة لازم تذكر، لكن الناس داخلة علشان تشتري. وبرضو عرفت الناس ان الحمام ده متصور في الكويت وان الحمام ده مش عندي، زي ما انا قلت لك اول ما نشرت الفيديو ان الحمام ده بتاع صديقي اللي في الكويت وهو مصوره لي اني انشره في قناتي. اسيبك بقى تستمتع بالفيديو بصوت الاخ حسين من الكويت. شوف هذا فرق عمره يمكن 45 يوم 40 يوم. هذا الزوج الوزان، طبعا الوزان ما في ختم. الاهل السلالة القديمة فيها الحين هذا ما فيه اختام، بس هذا الاصل، بس احجامه طبيعية يعني مو كبيرة. طبعا فيه زغلولين، هذا الوزان. طبعا لما تروح السلالة بعيدة والدم يصير بعيد يقل الحجم، مو نفس هذا. هذا ختم تحت الجناح وهذا ختم برا الجناح، هذا الذكر. هذا النت اللي وريتك الصورة. كم يوم محمد عمره؟ 5 أيام. 5 أيام. هذا الثاني على ذكر هذا الوزان. هذا الوزان محمد، ها؟ هذا الوزان من ضمن الوزان، بس لسه صغار.
يعني شوف الفرق. طبعا هذا إنتاجه أكبر وهذا الوزان. طبعا لو ترد على الوزان أول ما جابهم كبر هذا. طبعا سويت هذا يعني لما يصير عمره 20 يوم ممكن يوصل 800 900 جرام. هذا احنا هني بص انا ما اقدر اصور بس كله لحم. هني عندنا التحويل لحم مش عظم. يعني هذا عمره اظن 12 يوم لحم. هذول الامهات لحم. هو بسرعة يتحول إلى الزغلول نفسه. طبعا اللحم الفرنسي مو شرط أبيض. عندنا كذا الألوان بس عندنا الشرط الأبيض موجود ولكن عندنا كله من الشركة. الأهل عليهم أختام ختم أصفر أو أزرق. نفس ده الختم يجي نفس هذا. الألف الألوان ألف أستاذ مصطفى. هذا الختم النتيجة. شوفه بس الشركة اسم الشركة. اكتب عليه اسم الشركة. الرقم. طبعا الرقم يكتبونه بالأوراق. يورو بيجون. لو دخلت على الموقع بتاعهم هتلاقيهم بيكتبوا يورو بيجون. ده ختم الشركه يا استاذ احمد. اه وده تمام. الرقم بتاعه ده مختوم في الجناح ما ينفعش يطلع. ده الختم في الجناح اهوت. بيتحط على الحمام وهو لسه عمره صغير. قطعة الحمام اللحم اللي بختم الشركه الفرنسيه يورو بيجون.